حابين أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هو السيسي عمليه كما يقول إخواننا المصريين، هل صحيح ما يتم تداوله الآن حول استصلاح 2.2 مليون فدان، أي ما يمثل 23% من مساحة مصر الزراعية، وذلك عبر بناء نهر صناعي لنقل المياه العذبة لمنطقة الصحراء الغربية؟ كيف يحدث هذا في مصر ومصر أصلا لديها نقص في المياه؟ هذا ما سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو، ولكن قبل هذا لدي طلب صغير، وهو أن تشتركوا في القناة، فهذا أفضل ما يمكن فعله لانتشار هذا النوع من المحتوى، ولا تنسى أن تضغط على زر الإعجاب حتى أعرف متابعيني الأوفياء. وأنطلق معكم بالنهر الصناعي. ما هي هذه العشرة أنابيب العملاقة التي في الصورة؟ هي عبارة عن قنوات مائية مصنوعة بخامات خاصة حتى لا تسرب المياه وتبقى لفترة طويلة. انظروا إلى هذا الأنبوب الواحد، يمكنه أن يمر من خلاله شخص بالغ دون أي مشاكل. طول هذه القنوات 22 كيلومتر، بالإضافة إلى 94 كيلومتر في شكل مفتوح من هذا النهر الصناعي، يعني الطول الإجمالي للنهر حوالي 114 كيلومتر، بالإضافة لمحطة رفع عملاقة لنقل المياه العذبة من الصرف الزراعي غرب الدلتا إلى منطقة المعالجة في حمام جنوب محور الضبع. هذا يشبه جدا فكرة مشروع القذافي الذي انطلق فيه في سنة 1984، ولكن انتهى بعد أن هدمه الناتو حينما اقتحم ليبيا في بداية الثورة، والذي كان ينقل المياه الجوفية من الجنوب إلى الساحل الليبي. ما يميز النهر المصري أن قدرته على نقل المياه أعلى من نظيره الليبي، ولكن يجب التذكير أن هذه المشاريع القومية والتي تسعى من خلالها دولنا العربية لتحقيق أمننا الغذائي هي أكثر ما يزعج الغرب. لذلك أول فرصة سنحت لهم بدخول إلى الدولة الليبية قاموا بهدم تلك الأنابيب العملاقة. لذلك دائما يسعون لتركنا في تبعية لهم، لا نستطيع تلبية احتياجاتنا الغذائية، لا نستطيع الحصول على ما يكفينا من المياه، وكلنا نشاهد المؤامرة على مياه النيل عبر بناء سد الخراب. وبناء على ما سبق ذكره، يمكن لنا التساؤل من أين تأتي مصر بالمياه العذبة؟ أولا، المياه الجوفية جنوب محور الضبع هو خزان مائي محترم، لكن للأسف المياه الجوفية غير متجددة وسيأتي يوم وتنظر، ولكن هذا المصدر نفسه لهذا النهر الصناعي هو مصدر ثانوي للغاية. أما المصدر الرئيسي فهو مياه الصرف الزراعي، وهي أصلا مياه النيل العذبة، وتقدر بحوالي 10 مليون متر مكعب من المياه. فعوض إهدار تلك المياه وصرفها في بحيرات مثل بحيرة مريوط أو مصرف إيتكو ومصرف المكس للمياه الذي يصب في البحر المتوسط ويلوث الشواطئ المصرية خاصة بحر إسكندرية. والحل هو إعادة معالجة المياه ثلاثيا عبر محطة المعالجة المصرية الأكبر في العالم، وهي محطة الحمام التي بصدد الإنجاز، والتي ستكون أكبر من محطة المعالجة بحر البقر، والتي تعتبر الأكبر حاليا في العالم في المحطات مكتملة البناء وتعمل بكفاءة عالية. يعني مصر سوف تكسر رقمها القياسي ببناء محطة الحمام التي ستخدم منطقة الدلتا الجديدة. إذن هذا ما يفعله السيسي، هو يجعل من مصر دولة كانت تعاني من تآكل مساحتها الزراعية إلى توسيع غير مسبوق في الصحراء الغربية وبناء دلتا جديدة تقدر مساحتها بثلث الدلتا الموجودة حاليا. ونمر الآن
إلى نسبة اكتمال المشاريع التي سوف تجعل الدلتا الجديدة دلتا نابضة بالحياة. وننطلق بنسبة النهر الصناعي فنجده ينقسم إلى قسمين، قسم متعلق بالأنابيب والذي تقدر نسبة انتهاء المشروع فيه ب 45% إلى حدود تصوير هذه الحلقة، وقسم ثاني وهو المسار المفتوح والذي وصلت نسبة اكتماله 58%. وبالنسبة لمحطة الرفع نجد نسبة الانتهاء الأشغال فيها تتجاوز 60%، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعي حوالي 44%. والمفاجأة تكمن في موعد الانتهاء من هذا المشروع والذي سيكون في سنة 2023، يعني في السنة القادمة سيدخل هذا المشروع العملاق الخدمة وسيكون له عديد النتائج، من أبرزها القضاء على جزء مهم من فاتورة الاستيراد المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية، ثانيا الاحتفاظ بالأموال التي كانت ستذهب إلى الاستيراد، وأقصد الاستيراد المواد الفلاحية، وتشغيلها في مشاريع لصالح المواطن لخلق الثروة. ثالثا الحفاظ على احتياط الدولة من العملة الصعبة، وهذا سيجعل الحكومة تعمل بأريحية ويرفع التصنيف السيادي لمصر ويسهل الحصول على قروض مستقبل. رابعا تشغيل الكوادر المصرية في هذه المنشآت للتحلية والرفع وصيانة الأنابيب والتقليل من نسب البطالة، فلو كل فدان سيعمل فيه عامل واحد مصري فإن عدد العاملين سيتجاوز 2 مليون مصري. خامسا تنمية الصحراء الغربية وجعلها منطقة جاذبة للاستثمارات وبالتالي جلب السكان إلى الغرب المصري وتكوين حواضر لا تقل أهمية عن حواضر حوض النيل، وتحقيق التوزيع الديمغرافي يعني الذي سيكون أكثر توازنا على كامل الأقاليم المصرية، لأنه الآن يتم بناء عديد المدن بالقرب من هذا المشروع وهذا سيخفف الضغط عن حواضر حوض النيل. سادسا زيادة الانتاج الفلاحي ورفع نسبة تحقيق الأمن الغذائي. سابعا تحقيق السيادة والأمن الغذائي خصوصا بعد ما شهده العالم من أزمات، خاصة الأزمة الغذائية المتعلقة بالحرب الأوكرانية وارتفاع الأسعار المتعلقة بالحبوب بشكل مشطن للغاية، وهذا ما صعب اقتناء حاجيات بعض الدول في العالم الثالث من الحبوب. وفي الختام أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت الدولة التونسية. تحيا تونس، تحيا الدولة المصرية، وتحيا كافة الأمة العربية، وأراكم في الحلقة القادمة.